أعلن بيت التمويل الكويتي عن تحقيقه أرباحا صافية خلال النصف الأول من العام الحالي تجاوزت 341 دينارا بزيادة نسبتها 2.3% عن عام 2023 وبربحية سهم بلغت أكثر من 20 فلسا. وأرجع بيتك في بيان له على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت الارتفاع في الأرباح إلى الزيادة في إيرادات الأنشطة الرئيسية للمجموعة خلال الفترة المقارنة، فيما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع 10% من القيمة الإسمية للسهم.